المشاركة تحت عنوان الخمسينية. الله. كان بودي أن أسمعكم خطاب تمهيد لما سألقي عليكم بلغة عربية فصحى، وأن أقرأه عليكم بلسان عربي فصيح، لكنني ونظرا للظروف المعقدة التي يمر بها بلدي لم أستطع أن أكتبه إلا بقلمي، كما لن أستطيع أن أقرأه عليكم إلا بصوت منخفض لكي لا أتهم بالإرهاب. لذلك جئت أحدثكم عن إحدى أولى قصص الحب في حياتي، فأنا وكما لا تعلمون صاحب عشق وهوى، ومغامراتي مع النساء كثيرة، وتاريخي في الحب طويل. كانت أنثى لا ككل الإناث، ليس لأنها تكبرني 25 سنة، بل لأنني تعلمت أن أحبها في سن 9، وغازلتها سرا في سن 18، وأكملت انتمائي لها في سن 18. لذلك أعترف أمامكم وأنا في كامل قواي العقلية أنني أحب امرأة تدعى موريتانيا. خمسينيتنا بعد إحنا، مبروكة يا غير العبرة، ما هي قاعد 50 سنة، العبرة في شوف وشطرة. موريتانيا لك سمعتوه سابق 50 سنة جابوه الروح والقوم اللي يبغوه وقعدوله يبنوه بخطر، وجابوه من بعيد وجابوه بالنضال وزين الفكرة، وتعاقب عاقب ذاك عدوه عدوه من الناس. والحال انتو ما تعرفوه، فاصل عاد الحال في شمرة، فاصل في تقيسوه وتبنوه، فاصل في الناس المجتمع، فاصل في المياك تساسوه حجرة طوبة طوبة. نحن ما يخز بينا والتاريخ بين يدينا، ولا تتعاقب فيه علينا فترة من فترة قاع أخرى، ومن آدم لا يداغينا ما هو لا يزوز الشمرة في أخبار الداغينا بينا متنك ينت قاع الحظر، ولا نبغو دم أهالينا ذاك الدفع قطرة قطرة